جواب جبنا البروغرام بعد نقصره هكذا. المهم على كل حال لما زلت الفكره سياره المفعول هذه وين في رياض الفتح نورمالمون شحال بالك يا اخويا جواسيسنا في كل مكان. وحكيت مع محمد بوكراس قال لي باذن الله قال لي حيديروا هذا التياتر دو بوش مسرح صغير جميل دوك هاتيك ما نكذبوش على رواحتينا دوك تبني قاعة تاع عرض اللي ترفد 1000 ولا 1500 بلاصه وانت ما حش تعمرها ميم الفنان لما يطلع فوق الخشبه يدخلوا له 200 يحسها فارغه لكن تكون قاعه صغيره ترفد 150 200 حتى 300 مقعد كي يدخلوا 200 تحسها معمره ميم لو كوميديان يحس روحو لاباس يحس روحو كان عنده بيبليك فهمتي كيفاه وهادو ما يسموهم لي تياتر دو بروكسيميتي هكذا في اوروبا ما يديروهم ماشي بنو مسارح الجواريه مسارح الجواريه نعم وتخلق ورشات لي جان هادوما اللي حابين يديروا التياتر تحلوا بوابه صغيره اللي باش يتعرف على هذا الميدان هذه حاجه مبادره مليحه ان شاء الله.